السلام عليكم الزول الأول، مرحبا بكم، أهلا بكم كامل في القناة. مرحبا بكل المشتركين، مرحبا بالمشتركين الجدد، ومرحبا بكل المشتركين اللي كانوا معايا من بداية القناة. اليوم نديرو دايما مع بقايا القماش. عندي نصف متر من هذا القماش، نصف متر فقط، 50 سنتيمتر، أطويه على 4، دونك يولي لك هنا 25 في العرض و75 في الطول. نديرو جبة الفراشة كما يسموها، سهلة بالنسبة للبنت في عمرها 3 إلى 4 سنوات. هنا ياخذت 6 سنتيمتر في العنق، في الرقبة نهبط بزوج سنتيمتر إلى 3 سنتيمتر رقبة الخلف، ونخلي كامل هذاك الباقي نخليه كامل للكتف. كما تعرفوا جبة الفراشة تجي الكتف لاصق فيها، سهل، اسهل طريقه، اسهل في الصاله هي هذه. اللي جامي خيطت ما عرفتش تخيط هذه تبدا، يعني المهم تبداو. هنايا ندير ميلان 1 سنتيمتر ونمشي نقطع ونسوي القماش من الجوانب، نهبط هكذا حتى الاسفل، وندير ناغوندي، يعني ندير انحناء كبيره هنايا في الاسفل تاع الجبه. قلت لكم اللي جامي خيطت، اللي ما تعرفش كامل تخيط، تقدر تخيط هذه الجبه. خذي فقط نصف متر من القماش وتبعي معايا الخطوات. هنا هذا هو الاسفل تاع الجبه، هذا واش فيها الفصاله. الان نفصلوا الامام عن الخلف ونخدموا رقبه الامام. شوفوا كيفاش تجي من التحت، حتى واحدة كبيرة تقدري تخيطي واحدة كبيرة وتسحقي الطول تاعك في 2. بالنسبة إلى حبيتي تخيطي واحدة كبيرة من هذه الفراشة لازم لك الطول في 2 فوالا، لأنه ما فيهاش ليمونش. هنا نزيد نهبط في رقبة الأمام، نزيد نهبط 10 إلى 8 إلى 10 سنتيمتر، المهم كل واحدة كيفاش تحب تجيها الرقبة. فقط هبط 8 سنتيمتر ونرسم ونقطع رقبة الأمام. نسوي بيان هنا في الرقبة، هنا في الرقبة الأمامية راح نركب انكالون. هذا واش فيها في رقبة الخلف، ندير كفة ولا ندير بيي، المهم ديري كيما تحبي، تسجفي بالبيي ولا تسجفي بهذه الطريقة. ديري كفة على 2 هكذا في مرتين وخلاص. هذا ما كان هذا بالنسبة للخلف. بالنسبة للأمام درت عطفة، بصح درتها على وجه القماش بهذه الطريقة. علاش؟ باش كي نركب الكالون نخبي كامل الخياطة. شوفوا درت العطفة، درتها على بر على الأمام، على لوندوا تاع القماش، على الوجه الصحيح. دوك فهموا كي نركب الكالون. هنا نركب الكالون كي العلم هاد لي غالون هما يعني من بقايا، سواء يكونوا من البقايا ولا من جبات قدم، ما نسحقهمش نحيهم ما نرميهمش، نقدروا نعاودوا استخدامهم في جبات صغار كيما هكذا بلا ما تشري لي غالون. اللي عندها جبه قديمه راح ترميها ولا ما تسحقهاش، تنحي لها الغالون تاعها اذا كان مازال صحيح، يعني تريكيبيريه. كيما هذه راني ريكيبيريت لي غالون قدم حطيتهم في هذا الجبة. للرقبة الأمامية حطيت هذه السفيفة، بالنسبة للجوانب تاع الروبان دوك نوريكم السفيفة اللي حطيتها. هنا نخيط التور الأول ومن بعد نزيد نخيط التور الثاني باش نثبت السفيفة بلا ما نجبد، ما نجبدش هذا السفايف كي نخيطهم، أو كونتخيغ لازم نطبعهم هكذا شوية بيدي من الأمام باش ما تجيناش مكمشين. فوالا هنا راني ركبت الرقبة تاع الامام، خدمتها. درك نزيد نركب الكتفين. شفتوا شحال سهله هذه الجبه؟ سهله بزاف، حتى المبتدئات يقدروا يخيطوا، سهله بزاف بزاف. نغلق الاكتاف، بالنسبه لي سقستني على هذيك لابوتي، نقول لك هذيك لابوتي حطيتها باش راني نخيط قدام الطاقة وكاين الريح على بيها، حطيت هذيك لابوتي باش ما تغلقليش لا فينيتر. هنا نركب ندير عطفة ثانية على الوجه هكذا، درت عطفة على الوجه تاع القماش باه من بعد كي نركب السفيفة هذيك تغطي لي كامل الخياطة.
هاد الطريقة نظيفة. قبل ما نركب السفيفة لازم ندير هاد العطفة كيما راكم تشوفوا، عساير داير على لاغوب كامل درت لها العطفة. الآن نجيب هذا الجالون كيما قلت لكم، أيضا هذا جالون قديم، ريكيبيريتو من جبة قديمة فوالا، ونحطو على كامل الجبة كامل من الأمام ومن الخلف. فوالا ان شاء الله تعجبكم الفيديو. اذا عجبتكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك، اللي مازال ما فعلش زر الجرس يفعل زر الجرس. اذا عجبتكم طبعا القناة، ندير كامل هذا الجالون كامل نركبه من الامام ومن الخلف. ومن بعد نمشي ندير لاستيك في وسط الجبة. كما تعرفوا هاد الجبات يجوا سوا فيهم الخيط في الوسط ولا فيهم لاستيك. انا حطيت لاستيك تحت الصدر بشوية، يعني هبط شوية تحت الصدر ونحط لاستيك في الوسط تاع الامام. هنا راني كملت كامل، حطيت الجالون هنا، نهبط بخط فوق يعني نخيط فوق الجبة. قبل ما نخيط راح نوريكم وين تحطوا لاستيك. لازم تحطي لاستيك في وسط هنايا في وسط الامام، نهبطه بشبر هكذاك 20 سنتيم، ونحطه هنايا لاستيك قيس 25 سنتيم، ميم با يعني 20 سنتيمتر تاع لاستيك، ميم با يعني بالك درت 15 سنتيمتر ونجبد. هبط بعشرين سنتيمتر ونحط هنا لاستيك من الداخل في وسط الامام، ونجبد لاستيك باش تكمش لنا كامل الجبة. هاي اللي بعد ما حطيت لاستيك، الان نخيط، نخلي جهة الكتف هنا يعني نخلي الجهة اللي يدخل فيها اليد، نخلي قيس 15 الى هنايا نخلي 15 سنتيم، وندير خط بخياطة هنايا، نبدأ نخيط من هنايا حتى الأسفل، خط مائل حتى الأسفل. شوفوا غلقت كامل بالخياطة وخليت غير حق اللي يدخل منه الكتف. هذا الموديل شباب، حتى عند الكبار يجي شباب. هنا نخلي 14 سنتيمتر حق ما يدخل اليد، ونمشي نخيط من هنايا حتى لتحت خط مائل من فوق الجبة. يعني هاي ديك الجبة واجدة، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تسيو كامل هذا الجبة وتحطوا لي في التعليقات. هذا الجبة تلبس من 3 إلى 4 سنوات فقط من بقايا القماش وإعادة التدوير. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنسونيش باللايك والبارتاج والاشتراك. شكرا.